السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام، معكم المهندس ياسين مؤسسة إبداع تكنولوجيا للتكييف في أبوظبي والعين، حياكم الله. طبعا احنا بنقدم هذه المعلومات حاليا، شرحنا بالنسبة لدور الوحدة الخارجية. حاليا انا عندي هذا البايب اللي هو بيطلع عندي خط الدفع، احنا بنسميه تمام، بيطلع عندي هون. هاي المادة عبارة عن فريون غازي حاليا، تمام، عفوا سائل حاليا، بعد ما يطلع من الكوندنسر بيطلع سائل تماما. هون عندي سائل ولكن بضغط مرتفع، سائل بضغط مرتفع، وبالتالي درجة حرارته تعتبر مرتفعة نسبيا. في حال احنا بدنا نحصل على سائل بدرجة حرارة منخفضة، في شيء اسمه صمام التمدد، والذي يقوم بعملية خفض مفاجئ للضغط الموجود داخل هذا السائل، تمام. عملية تنزيل الضغط بشكل مفاجئ تؤدي إلى تنزيل درجة الحرارة، تؤدي إلى تنزيل درجة الحرارة. خلينا نشوف صمام التمدد. طبعا هاي عندي هون، هذا الجزء هو من أهم أو أهم جزء في دارة التبريد. في حال عطل هذا الجزء، أنا عمليا عملية التبريد عندي ما بتتم، تمام. هذا صمام التمدد هو أهم عنصر في دارة التبريد. شو بيقوم يعني، أو شو الدور اللي بيقوم فيه صمام التمدد؟ صمام التمدد يقوم بخفض الضغط بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة. باشمهندس الكوندنسر إذا تأثر زعانف، طبعاً أكيد، طبعاً طبعاً طبعا هاي الزعانف في عملية التبادل الحراري، هاي بالبرد حاليا يعني، اما اذا كان التأثر بسيط يعني. احنا عندنا مشاريع لسه ما شغلناها للأسف، ومشاريع جديدة وطبعا تضربت كلها في مدينة العين، راح يتم تبديل الكوندنسر بشكل كامل، واللي ما تضررت تضررها بسيط راح يتم طبعا تعديل بالأمشاط، تعديل الشبك الموجود عندي هون الزعانف، تمام. لأنه يعني كل ما تسكر عندك هون من الزعانف، كل ما صارت عملية التبادل اللي شرحناها احنا في وحدة التكييف الخارجية، كل ما قلت عملية التبادل كل ما صار عندي في مشكلة في دارة التبريد، وراح يعطل بعد فترة الكمبرسر للأسف، تمام. يعني انا في عندي امور اساسيه، احنا قلنا لما شرحنا الكمبرسر، الكمبرسر لازم اللي يدخله عباره عن غاز فقط. في حال ما صارت عمليه التبادل الحراري في الوحده الداخليه، راح يرجع سائل للكمبرسر، بالتالي راح يصير في عندي عمليه يعني عطل في الكمبرسر. وطبعا العكس صحيح، نفس الشيء، في حال أنا عندي الغاز ما تم تحويله بالوحدة الخارجية إلى سائل بشكل كامل، راح يجي لعندي هون أيضا جزء من الغاز على صمام التمدد، أيضا راح يصير في عندي خلل في دارة التبريد. لذلك احنا بنتكلم عن الشيء الطبيعي والشيء اللي المفروض يكون موجود. حاليا احنا بالنسبة لنا قلنا الشيء البايب هذا اللي جاي من هون يحمل عبارة عن الفريون اللي هو السائل، ضغطه مرتفع. هذا الصمام من بعده هون غير قبله، قبله بيكون عبارة عن الغاز أو السائل، الفريون بيكون عبارة عن سائل ضغطه مرتفع، درجة حرارته عالية شوي أو مرتفعة. من بعده راح يكون عندي ضغط منخفض، وبالتالي انخفاض الضغط يؤدي إلى انخفاض مفاجئ بدرجة الحرارة، مما يؤدي لحصولنا هون على رذاذ السائل ممزوج بالسائل داخل هذه البايبات الموجودة عندي هون، وهذه طبعا درجة حرارتها منخفضة، درجة حرارتها منخفضة، تمام. شو بيقوم هذا يعني، على أي أساس هون عملية طبعا الضغط؟ يعني احنا بنمثلها دائما بالشيء اللي انت دائما بارك الله فيك، بارك الله فيك، بيض الله وجهك، انا مهندس تكييف تبريد شهادة ميدان ان شاء الله، وانت ما اني فني، حياك حياك الله. هذا شيء بيسعدنا طبعا انه احنا نقدم
معلومة صحيحة، وأيضا نقدم شيء مفيد للناس بشكل عام. احنا غايتنا نقدم لأفراد مجتمعنا الحبيب سواء كانوا ملاك مشاريع، فنيين، مهندسين، هاي المعلومات طبعا ما راح تلاقوها في أي مكان. احنا الشيء هذا بنقدمه مجانا لوجه الله. قناتنا موجودة على اليوتيوب، راح تجدوا فيها مفاجآت كثير لطبعا الشغالين في هذا المجال من تصميم من غيره. يعني الشيء اللي احنا بنقدمه إن شاء الله ما بنتمنى فيه على أحد، ولكن احنا حسب خبرتنا ومعرفتنا ما راح تلاقوا هاي المعلومات في أي مكان إطلاقا. إذا عندي أنا صمام التمدد. صمام التمدد أنت كل يوم بتستخدمه في منزلك وبنفسك. صمام التمدد هذا أنت كل شخص فينا بيستخدمه بشكل يومي وبيستخدمه بنفسه. شلون؟ أنت طبعا بتستخدم سبراي اللي هو مزيل العرق أو العطر العادي. علبة العطر العادي أنت أحيانا بتكون مخليها في سيارتك في الصيف وبتمسكها من الخارج بتلاقي درجة حرارتها مرتفعة، فأنت بتقول أن العطر اللي داخلها درجة حرارته مرتفعة، وهذا صحيح. درجة حرارة العطر الموجود داخل أسطوانة أو علبة العطر أو السبراي تمام بيكون فعلا درجة حرارته مرتفعة وما راح يناسبك، ولكن أنت بتتفاجأ لما تضغط على الكبسة وترش اللي هو السبراي تتفاجأ أنه درجة حرارته مناسبة لك وأحيانا بتكون باردة. ليش؟ شو السبب؟ السبب أنه الغاز المضغوط داخل علبة العطر أو المضغوط داخل السبراي الموجود بيكون ضغطه عالي، ضغطه عالي. احنا قلنا في علاقة تربط ما بين الضغط ودرجة الحرارة، ارتفع الضغط ترتفع درجة الحرارة، انخفض الضغط تنخفض درجة الحرارة. مجرد انت ما يكون عندك اسطوانة قطرها 5 سنتي واللي هي علبة العطر او السبراي، وانت لما تضغط على الزر على اساس تطلع طبعا السبراي او المادة او العطر الموجود، اكيد انت بتشوف او ما بتقدر تشوف حتى الخرم او الفتحة الصغيرة جدا اللي بيخرج منها هذا العطر او هذا السبراي. هاي طبعا انك انت عم تسمح لمادة مضغوطة داخل اطار او داخل حجم معين بضغط عالي تمام، وتسمح لها بالخروج من مخرج صغير جدا، هي طبعا رح تكون سعيدة الذرات هاي جدا بانها تخرج من هذا الجو المضغوط الى الجو الرحب الواسع تمام. فهي بتخرج بسرعة وبتخرج وبتنفرج، يعني بصيرها انفراجة. فعمليا هاي الانفراجة شو اسمها؟ اسمها انه عندي انا الضغط اللي كان موجود عليها في الداخل يقل بشكل مفاجئ، يقل بشكل مفاجئ. فانت بتتفاجأ انه الرذاذ اللي بيطلع عندك من السبراي عبارة عن رذاذ بيطلع بهذا الشكل متحرر على شكل هيك، يعني زاوية بحيث يكون منفرج، لأن هي بتحس هاي الذرات بالانفراج، تحس بالراحة لأنه شو الضغط تبعها قل. تقليل هذا الضغط شو قلنا إحنا دائما؟ تقليل الضغط يؤدي إلى تقليل درجة الحرارة. هذا الصمام بكل بساطة هو ما تقوم به علبة العطر أو السبراي اللي أنت بتستخدمه كل يوم يقوم بهذا الدور. هون عندنا طبعا البايب اللي داخل قطره مثل ما شايفين تقريبا 0.5 إنش تمام، بينما المخرج اللي بيخرج هون عندي من داخل هذا البايب، صحيح انه هذا البايب كبير ولكن المخرج ايضا بيكون صغير جدا، نفس المخرج اللي بيكون في السبراي. فعمليا هون الغاز اللي راح يطلع عندي هون راح يطلع عبارة عن رذاذ، نفس الرذاذ اللي بيطلع من علبة السبراي اللي انت بتستخدمها بالعطر تمام. فهون راح يطلع عندي كان هون سائل ضغطه مرتفع درجة حرارته شو مرتفعة عمليا، هون صار عندي سائل ورذاذ السائل درجة حرارته منخفضة بسبب انخفاض الضغط تمام، انخفاض الضغط، وبالتالي رح يطلع عندي هون ومن بعدها رح يتفرع. شايفين هاي الشجيرة؟ رح يتفرع عندي ضمن هذه الشجيرة الموجودة عندي ويتوزع على هذا الروديتر أو هذا المبخر اللي هو بيمثل طبعا الوحدة الداخلية، سطح التبادل للوحدة الداخلية. طبعا هون معناها صار عندي انا السائل ورذاذ السائل الموجود داخل هذه البايبات اللي هي الروديتر اللي شايفينه نفس روديتر السيارة، عبارة عن فريون سائل ورذاذ سائل بدرجة حرارة منخفضة وضغط منخفض جاهز لعملية التبادل الحراري مع الهواء الراجع من هون تمام، واللي قلنا في المحاضرة السابقة انه المروحة تقوم بسحبه.
الهواء اللي موجود هون درجة حرارته مرتفعة راح يصطدم بهذا الكويل اللي درجة حرارته صارت حاليا بفعل هذا الصمام درجة حرارته منخفضة، راح يتم التبادل الحراري ما بين هذا الهواء السخن وما بين هذا الكويل الموجود معنا، وبالتالي المروحة راح تسحب هواء بارد من هون من هاي الاريا، تقوم بدفع الهواء البارد منها خلال هذا السبلاي، وتقوم بسحب مرة أخرى الهواء بعد عملية التبادل في المكان ما بين الهواء البارد اللي راح عندي هون من السبلاي وتم التبادل الحراري مع الهواء داخل الغرفة، ومن ثم يعود بدرجة حرارة أيضا هون مرتفعة ولكن أقل من المرة السابقة، لأنه بعثنا له إحنا كمية من الهواء البارد تم التبادل من خلالها، يتم أيضا عملية تبريد لهذا الهواء ومن ثم دفعه، تبريد عودة هواء ساخن ومن ثم تبريده ومن ثم دفعه، وهكذا تدور الدائرة حتى نصل إلى درجة الحرارة المطلوبة من خلال طبعا الترموستات اللي أنت ضابطها عليه. لما يتحسس عندي الحساس اللي بيكون موجود هون بالنسبة لي هون الهواء، شايفين عندي هون حساس، لما يكون عندي تحسس أنه درجة الحرارة اللي راجع عندي هون على هذا المكثف أو عفوا المبخر صارت عندي ترجع هون درجة حرارة باردة هي نفس درجة حرارة الهواء اللي أنت ضابط عليها الترموستات، طبعا شو بيسوي، شو اللي بيصير، اللي بيصير أنه هذا صمام التمدد هون بيخفف كمية الفريون اللي موجودة معنا أول بأول، لما تصل لدرجة الحرارة المضبوطة بيعطي أمر إلى هذه الوحدة ويقوم بفصل الوحدة الخارجية، يعني الكمبرسر عندي بيرتاح، المروحة الخارجية بترتاح، ولكن الوحدة الداخلية تبقى تعمل بعملية تدوير الهواء. لما ترتفع عندي درجة حرارة الهواء الراجع مرة أخرى طبعا بيعطي أمر للكنترول هون، وبيتحسس طبعا صمام التمدد عندي هون هذه العملية، ومن ثم يعطي أمر للكمبرسر والوحدة الخارجية بالعمل بشكل كامل، ويعني إعادة يعني دوران عملية التبريد مرة أخرى. هاي بالنسبة لوحدة التكييف الباكج، نتمنى أنه إن شاء الله قدمنا لكم معلومة مفيدة. طبعا الشيء المفيد الأكثر موجود على قناتنا على اليوتيوب، زر موجود في البايو، ندعو الجميع للذهاب إلى صفحتنا على التيك توك والاشتراك ب طبعا قناتنا على اليوتيوب. كان معكم المهندس ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.